إرشادات دولية بتعامل مصر مع أزمة كورونا بفضل السياسات المرنة والاستراتيجيات الحكيمة. الرئيس التونسي قيس سعيد يتعهد باحترام الحقوق والحريات والدستورية الحرة، يطالب بفتح ملف الإرهاب والاغتيالات. عقب مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية، ميقاتي يعد بتشكيل حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على التعامل الناجح لمصر مع أزمة كورونا بفضل السياسات المرنة والاستراتيجيات الحكيمة. وقد أسهمت هذه السياسات في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي لتواصل مصر انتصاراتها في معركة كورونا. وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المركز الثاني عالميا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها وما كانت عليه قبل جائحة كورونا. وأضاف التقرير أنه وفقا لبلومبرج احتلت مصر المركز الرابع عالميا والأول إقليميا وقاريا بمؤشر طرق السفر الآمنة صحيا. إلى جانب ذلك، احتلت مصر وفقا للمجلس الدولي للمطارات المرتبة الثامنة عالميا والثانية قاريا وإقليميا في عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي، وذلك ب11 مطارا. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد، يعني مصر جاءت في المركز الثاني عالميا في مؤشر الإيكونوميست، دلالة ذلك والعائد منه؟ مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين في كل مكان. ده الهدف من ده أو دلالة ده بيقول إن الاقتصاد المصري بما حقق من قفزات هائلة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي إلى الآن هو الذي أوصل الاقتصاد المصري إلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة العالمية اللي جعلت كل المؤسسات العالمية تشيد بالأداء الاقتصادي وتشيد برؤية الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وفي الوضع الاقتصادي في مصر. وأعتقد أن مش ده أول شهادة تحدث لصالح الاقتصاد المصري في إرشادات متعددة حصلت خلال الفترة الماضية وتشيد بالأداء الاقتصادي المصري. ده الدلالة الصادرة من هذه المجلة العريقة لصالح الاقتصاد المصري. طب إذا تحدثنا عن العائد من ذلك، العائد أيضا من إن يعني بلومبرج بتقول إن مصر احتلت المركز الرابع عالميا والأول إقليميا ودوليا بمؤشر طرق السفر الآمنة صحيا، يعني اقتصاديا ما هو العائد من ذلك؟ العائد من كل هذه الإشادات التي تحدث لصالح ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية ومشروعات عملاقة، بنلاقي إشادات من هذه المؤسسات الدولية لصالح ما تقوم به الدولة المصرية من الأعمال المشروعات والبنية التحتية، ده بيعطي انطباع جيد وفرصة لجذب مزيد من الاستثمارات، وبيعطي مؤشر ان الدوله المصريه بتسير بخطه ثابته نحو تحقيق تنميه شامله تجعل من المستثمرين يرغبوا كبريات الشركات العالميه تسارع الى الاستثمار والى توطين صناعات داخل جمهوريه مصر العربيه، هو ده العائد الابرز الذي يعود على الاقتصاد المصري من توطين صناعات جديده وجذب استثمارات داخل الدوله المصريه. فده هو ده الابرز، ان الاستثمار النهارده او الشركات الكبرى للاستثمار مش هتيجي تستثمر الا بناء على اشادات صادره من مؤسسات دوليه مرموقه بتشيد بكل البنيه التحتيه وبكل بما يجري ويحدث على ارض الواقع في مصر.
نعم دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. استقبل وزير الخارجية سماح شكري اليوم وزيرة خارجية جنوب السودان بياتريس خميسة واني، وأتي ذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك. هذا ويزور وفد رافع المستوى من حكومة جنوب السودان القاهرة برئاسة نائب رئيس جنوب السودان. انطلقت اليوم الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان بالقاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى. وترأست وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الجانب المصري في الاجتماعات، وذلك قبل أن تعقد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجيمس واني إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية. وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن انعقاد اللجنة يأتي بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين في 2012 لتعكس اهتمام مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بشكل عام، وخاصة دولة جنوب السودان. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتحقيق أقصى درجات التعاون مع المجتمع المدني في شتى المجالات، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصنع الأطراف الصناعية بجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب التابعة للقوات المسلحة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجال توفير الأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة. ويهدف البروتوكول إلى توفير الأجهزة التعويضية من المعدات والأدوات ووسائل المساعدة اللازمة لذوي القدرات الخاصة للتغلب على إعاقتهم وضمان ممارستهم لحقوقهم وحريتهم من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع. وعقب توقيع البروتوكول استقبل البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والوفد المرافق له بالمقر البابوي. وأعرب البابا تودروس الثاني خلال اللقاء عن ترحيبه بهذا التعاون الذي يعمل من أجل راحة الإنسان، كما أشاد بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في خدمة المجتمع المدني في كافة المجالات. استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من أعضاء برلمان طلائع الشباب على مستوى الجمهورية لمشاهدة مرافق ومنشآت الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية المدربة وفقا لأحدث النظم التدريبية لمواجهة المستجدات الأمنية. وأشاد الوفد بما شاهده من تدريبات وإعداد لطلاب الشرطة وبالمنشآت التدريبية التي تسهم في إعداد رجل شرطة عصري مؤهل علميا وتدريبيا. بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء لدى الشباب، استقبلت أكاديمية الشرطة 146 شابا وفتاة من 9 محافظات يمثلون برنامج برلمان الطلائع والشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة. في إحدى قاعات المحاضرات بكلية الشرطة جلس طلاب وطالبات كلية الشرطة متجاورين مع نظرائهم من شباب المدارس والجامعات يشاهدون فيلما تسجيليا عن أنشطة ومنشآت أكاديمية الشرطة، حيث كانت تلك هي البداية للزيارة. الهدف من الزيارة إن إحنا بنرسخ قيمة الولاء والانتماء، إن الشباب دول يشوفوا خير أجناد الأرض، تدريبات قاسية بس بتطلع أبطال بتحمي بلدنا. وللتعريف بدور الأكاديمية في إعداد ضباط الشرطة على أسس علمية وتدريبية متطورة، قام الشباب بجولة داخلها للاطلاع على البرامج التدريبية المطبقة، وأبدى الشباب إعجابهم الكبير ببرامج التدريب، بخاصة المتعلقة بإعداد وتأهيل عناصر الشرطة النسائية. بعد ما خدنا المحاضرات وجينا شفنا التدريبات العملية، فعلا عرفت قد ايه احنا في نعمة وعايشين في امان، ويعني الحمد لله ان احنا فعلا لينا شرطة عظيمة وجيش عظيم قادر يحمينا ونعيش في امان. تضمنت الزيارة مشاهدة عروض لكتائب الخيالة، وكذا عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.
جدا بوجودي هنا النهارده، لان انا دايما كنت لما بشوف اي ضابط في مختلف المجالات ببقى حابه اعرف ايه اللي ورا صناعه البطل ده. وكنت دايما بسمع ان اكاديميه الشرطه بيبقى فيها احداث كتير قوي هي اللي بتساهم في صناعه ده، فكنت ببقى حابه اشوف ده. وقد أعرب الزائرون عن ثقتهم في قدرة رجال الشرطة على حمايتهم بعدما شاهدوه من تدريبات وإعداد وتجهيز لطلبة كلية الشرطة. لما جيت حصل لي صدمة إيجابية، يعني حقيقي لما دخلنا جوه وقعدت جنب الطلبة وجيت هنا في التدريبات، ولو تسمح لي هم مش طلبة، هم وحوش مصرية، سواء كانوا رجال أو سيدات، هم وحوش مصرية بمعنى الكلمة. يمكن حضرتك واقف وسمع الصوت، يعني ما شاء الله ربنا يحميهم ويبارك فيهم يا رب، وإن شاء الله يكونوا خير دفاع وحصن وسند لجمهورية مصر العربية. الفخر والاعتزاز برجال الشرطة وجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار هو شعور الشباب المصري من مختلف الأعمار أثناء زيارتهم لأكاديمية الشرطة بعدما شاهدوه من برامج تدريبية وتعليمية متطورة لإعداد رجال الشرطة وفقاً لأحدث النظم التدريبية العالمية. من مقر أكاديمية الشرطة، عبدالله بركات، التلفزيون المصري. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام. وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام والميكنة وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية. وقد عرض وزير الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات القطاع الأعمال، وذلك في إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020 الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها. كما استعرض الوزير تطوير شركة جسور النصر للاستيراد والتصدير سابقا، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات مع تعزيز أدائها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم، بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط. وفي هذا الإطار وجه الرئيس السيسي لأداء الشركة بوجودها الخارجي جسورا فعليا ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة خاصة في دول القارة الأفريقية. كما تم عرض مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات، وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، وتماشيا مع التوجه العالمي المتنامي نحو إنتاج السيارات الكهربائية وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلا عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها. عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم اجتماعا عبر تطبيق زوم بحضور عدد من ممثلي الجاليات المصرية بالخارج. يأتي الاجتماع استعدادا لتنظيم الوزارة لمؤتمر للمصريين بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والإسهام في المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة. تناول الاجتماع أهم المقترحات لتنظيم المؤتمر المقرر انعقاده
أغسطس المقبل، مؤكدة أن القيادة السياسية تقوم بجهود عظيمة لبناء الإنسان وتلبية احتياجات المواطنين. وأضافت الوزيرة أنه سيتم تنظيم مهرجان اتكلم عربي بالتوازي مع فعاليات المؤتمر، ليشارك أبناء المصريين بالخارج في الفعاليات لربطهم بالهوية الوطنية وجذورهم واستعراض ما وصلت إليه المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها. قدمت وزارة الصحة الخدمة الطبية والعلاج بالمجان ل 84,618 مواطنا من خلال 73 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري. وأكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن تلك القوافل تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. وأوضحت الوزارة أنه جرى تحويل 1175 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة التأمين الصحي. تتواصل في قرى ومراكز محافظة المنوفية أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تشمل أعمال المبادرة قافلة طبية متكاملة في عدد من القرى شملت 12 تخصصا، فضلا عن استمرار أعمال تطوير بعض مكاتب ومرافق الخدمات الحكومية، وكذلك تطوير عدد من الوحدات الصحية ومراكز الشباب ومحطات الصرف الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي. تواصل القوافل الطبية أعمالها بقرى محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال 10 عيادات متخصصة داخل قرية الدكة، حيث تم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان وتحويل عدد من الحالات لمستشفى أسوان الجامعي ومستشفى الصداقة التخصصي لإجراء العمليات الجراحية وعمل أشعة الرنين المغناطيسي والمقطعية. وأعرب المترددون على العيادات عن شكرهم للرئيس السيسي الذي وفر لهم هذه القافلة وساعدتهم في الحصول على الكشف والعلاج وإجراء التحاليل والأشعة بالمجان. القافلة الطبية بتاعتنا بتبقى عبارة عن مستشفى تقريبا صغير متنقل، معنا 10 تخصصات مختلفة، معنا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف بالمجان، معنا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، ومعنا الأشعة المتنقلة. الخدمة بنقدمها بالمجان. احنا بنوصل الخدمات اللي بتكون غالبا موجودة في الأماكن الكبيرة في المدن. عندنا هنا 10 تخصصات مختلفة بتخدم العيان، بداية من الكشف المجاني، العلاج، الأشعة، التحاليل، كل الحاجات دي مجانية. ربنا يبارك في سيادة الرئيس ويخليه لينا ويطرح فيه البركة، وجاب لنا القافلة مجاني. نشكر سيادة الرئيس على القافلة في قرية الدكة مجاني والعلاج ببلاش. تفقد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بقرى مركز بيبا والبالغ عددها 46 قرية. ودشن المحافظ 6 محطات للطاقة الشمسية بدواوين الوحدات المحلية بمركز ومدينة بيبا في إطار المشروع الطموح الذي تسعى المحافظة في تنفيذه لتوفير الكهرباء اللازمة للمباني الخدمية ومقار الوحدات المحلية والمصالح الحكومية من الطاقة الشمسية. كما زار محافظ بني سويف 5 مشروعات يتم تنفيذها بمستشفيات الصدر والفشن والوسطى وشاطر زادة بهنسيا، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية أكثر من 180 مليون جنيه. عندنا في بني سويف 1616 مشروع احنا بنمر عليهم، نقدر نقول بشكل كامل عشان نطمن الحمد لله ان في كل القطاعات هذه المشروعات بيتم تنفيذها في مبادرة حياة كريمة، تكلفة تقارب ال 12 مليار جنيه علشان خاطر نقدر نقدم خدمة كويسة لأهالينا في بني سويف. خلينا نقول ان احنا برضو هنا في قرية طنسا وفي قرية سيتس اللي احنا رايحينها عشان نشوف بنتفقد مجمع الخدمات اللي هيبقى فيه كل الخدمات الاهالي بيحتاجوها، مش هيبقوا محتاجين بعد كده ان هم يروحوا للمدينة علشان ياخدوا الخدمات بتاعتهم، تسهيلا عليهم وتوفيرا في الوقت والاجراءات.
استعرض محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين الأعمال الجارية بقرى وتوابع مركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية والبرنامج القومي حياة كريمة، والذي يضم 18 قرية و 187 تابع. أكد محافظ كفر الشيخ أنه يتابع بكل دقة ما يجرى من مشروعات خدمية على الأرض بقرى مطوبس، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية بقرى مطوبس حسب أعلى المواصفات القياسية. كما وجه المحافظ بإنشاء خريطة رقمية تضم كل المشروعات التي سيتم إقامتها بقرى مطوبس والتعاون مع المديريات لمد الوحدة بالخرائط الخاصة بكل مشروع. طالب الحزب الدستوري الحر في تونس الرئيس قيس سعيد بالإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن جملة التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير العمل وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة. وأكد الحزب الدستوري الحر في بيان له ضرورة استبعاد الأخوان من أي تشكيلة حكومة تونسية مرتقبة وعدم إشراك الوجوه السياسية التي تحالف سابقا أو تتحالف معهم سابقا. وشدد الحزب على ضرورة فتح ملفات الاغتيالات والإرهاب والفساد بتونس، داعيا رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي للتنحي من رئاسة مجلس النواب كونه سبب الوضع الكارثي في تونس، وطالب بفتح ملفات الأمن القومي وتفكيك تنظيم الإخوان، محذرا من الدعوات الرامية للانحراف بالسلطة واستغلال الوضع الراهن لضرب أسس الديمقراطية. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده تمر بلحظات تاريخية وصعبة، مشددا على أنه أكد مرارا تحمله المسؤولية الكاملة من أجل الشعب. من جانبها أوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية، مضيفة أن الشارع لن يسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين. رسائل طمأنة أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد في مرحلة جديدة من عمر البلاد. الرئيس قيس سعيد أكد للشعب التونسي على احترام الحقوق والحريات واحترام أجالي تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام. وقال سعيد إن الأوضاع في البلاد بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه لم يكن بوسعه البقاء مكتوف الأيدي أمام تأزم الوضع السياسي في البرلمان. تواصلت الأوضاع إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، كان هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل. الدولة هي مجموعة المرافق العمومية، لم تعد تعمل، استشرى الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطالبون للعدالة ومع من نهب ثروات الشعب التونسي بأي حق وبأي مقياس. وكنت أعلم الكثير وأنا ملازم للصمت، لأنني أثرت أن أحترم المؤسسات كما جاء بها الدستور. وأضاف سعيد أن الصبر على الفساد الذي استشرى بالبلاد قد نفد، مشددا على أنه سيتحمل المسؤولية الكاملة من أجل الشعب في لحظات تاريخية وصعبة تمر بها تونس، داعيا المواطنين لالتزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات. أريد بهذه المناسبة وأنا أتحدث إليكم وأتحدث أيضا إلى الشعب التونسي التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم إلى أي أهمية للتصريحات وللشائعات التي احترفها البعض.
كما أكد سعيد أن حزب النهضة والحكومة حولوا الانفجار الثوري غير المسبوق في تونس إلى غنيمة، وتم السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية تم وضعها خصيصاً لاقتسام السلطة والتنكيل بالشعب. من جانبه أوضح الحزب الدستوري الحر على لسان رئيسته عبير موسي أن الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأضافت عبير موسي أن الشارع لن يسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين. إن شاء الله الناس كل تكون استخلصت الدرس. احنا ما حشتناش توا بقلبة فيستا جدد، وما حشتناش براكمين على الأحداث جدد، وما حشتناش بناس اللي توا باش تظهر لنا إنه هي فرحانة باللي صار، أما من بعد في الكواليس نعاودوا ننظفوا ونهيكلوا ونرسكلوا ونبدلوا اللاعبين ونبدلوا البيادق ونعاودوا نخرجوا تركيبة أخرى نقدموها للتوانسة كما صار في برشا مرات. المرة هذه إن شاء الله يكون الإصلاح جذري، وإن شاء الله تكون الحلول جذرية، وإن شاء الله تكون المطالب تتحقق. تطورات متسارعة تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد قراراته الأخيرة والتي انتصر فيها للشعب التونسي ومطالبه المستمرة في تحسين أحواله وظروفه المعيشية. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي. يعني بداية وبعد التحية، الرئيس التونسي تعهد باحترام حقوق الإنسان وسط تأييد إقليمي ودولي، كيف ترى إذن التحركات الأخيرة على طريق إنقاذ تونس من أزماتها الأخيرة؟ هو بالطبع الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ قرارات حاسمة، قرارات كلها موجهة لمصلحة الشعب التونسي ولحماية مقدرات الشعب التونسي وحماية الدولة التونسية نفسها. الرئيس زي ما قال ان هو في فساد وفي عمليات فساد كبيرة جدا وضياع لحق الشعب التونسي، ولكن فاضل كيل من هذا الفساد. الشعب التونسي نفسه شاف ان اللي بيحصل من حركة النهضة، وشايف قد ايه بلده في حالة انهيار اقتصادي وانهيار اجتماعي واخيرا انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، وايضا محاولات تغيير الهوية التونسية. تونس معروفة بدولة مثقفة، فيها ثقافة، فيها فن، فيها اداب، للأسف شديد حاولوا يطمسوا الهوية التونسية ويصبغوا عليها الصبغة حركة النهضة اللي هو الحركة الإرهابية اللي كانت مسيطرة على مؤسسات الدولة وعلى البرلمان. الرئيس طبعا التونسي اتخذ القرار الجريء في الوقت المناسب. هو القائد زي ما احنا عارفين، هو القائد القادر على اتخاذ القرار في الوقت المناسب لمصلحة دولته، وهو ما فعله الرئيس التونسي قيس سعيد طبعا، ونزل على رقبة الشعب كمان. يعني هو الشعب شاف الشعب قد ايه تعبان، الشعب قد ايه وصل لمرحلة اقتصادية في ازمات في كل الاتجاهات، فنزل على رغبة الشعب اللي صار في كل محافظات تونس. نعم. يعني هو الشعب صار في كل محافظات بالتأكيد تونس. يعني كل هذه القرارات الاستثنائية كانت بمثابة طوق نجاة للتونسيين. يعني الحزب الدستوري الحر طلب بفتح ملف الإرهاب والاغتيالات، كيف يسهم حال التحقيق في الحفاظ على مكتسبات الشعب التونسي، وخاصة في ضوء ما ارتكبته حركة النهضة من جرائم؟ هو حركة النهضة ارتكبت جرائم كتير منذ أن تولت السلطة، منذ الحركة ثورة تونس في 2010 وبداية 2011، وارتكبوا العديد من الجرائم. يكفي ان حركة النهضة كانت بتجند شباب تونسي وترسله للانضمام الى تنظيم داعش الارهابي. في اعداد كبيرة من التونسيين للاسف الشديد انضموا الى تنظيم داعش الارهابي بعد في محاولة منهم ان هم يكون ليهم سلطة ويكون ليهم قوة عن طريق الارهاب. حركة النهضة كانت بتسهل لتبرير السلاح من تونس إلى ليبيا والعناصر الإرهابية المتواجدة في ليبيا من أجل دعم تنظيمات وجماعات إرهابية. حركة النهضة نفذت العديد من الاغتيالات. حركة النهضة أيضا دمرت الاقتصاد والسياحة في تونس من خلال عمليات إرهابية، من خلال عناصر منضمين ليها حتى يغيروا الهوية ويغيروا كل شيء داخل الدولة التونسية. حركة النهضة بقيادتها يجب أن تقدم لمحاكمة، ويجب أن تفتح جميع الملفات، ملفات الفساد يجب أن تفتح، ملفات الإرهاب يجب أن تفتح، ملفات
كل ما حدث وكل ما تم تخريبه في دولة تونس خلال 10 سنوات يجب أن يفتح في الوقت الحالي. نعم. وفيه وفيه دعم كبير من الشعب التونسي للرئيس قيس سعيد في كل المحافظات التونسية، يعني مش في محافظة أو اثنين، لا في كل المحافظات التونسية، ويجب على الشعب أن يحافظ على مكتسباته الجديدة اللي هيحققها بإبعاد هذا التنظيم الإرهابي من مقاليد السلطة داخل الدولة التونسية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جميل عفيفي. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج وزير خارجية الجزائر رمطان العمارمة، الذي حمل رسالة شفوية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى نظيره التونسي، وجدد الجانبان التأكيد على ما يجمع القيادتين في البلدين من علاقات احترام وتقدير متبادلين، وعزمهما على مواصلة العمل سويا لمزيد من ترسيخ روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المتينة بين تونس والجزائر، وتضافر الجهود الدؤوبة للاستجابة للتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين. في أعقاب القرارات الرئاسية الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، جاءت العديد من ردود الأفعال العربية والإقليمية تساند الرئيس، والتي وصفتها بطوق النجاة لإنقاذ تونس. كما خرجت دعوات تطالب بتهدئة الأوضاع محذرة من تطور الأوضاع واستخدام العنف. وفي الشأن اللبناني، أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أنه أطلع الرئيس اللبناني ميشيل عون على تفاصيل الاستشارات النيابية غير الملزمة التي جرت اليوم. وجاءت تصريحات ميقاتي عقب لقائه بعون في قصر بعابدة الرئاسي، وأكد ميقاتي خلال اللقاء على أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا، وسيتم عقد اجتماعات متتالية خلال الأيام القادمة للتسريع بتشكيل الحكومة. مهمة صعبة بدأها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم، مهمة استهلها ميقاتي باستشارات مع الكتل النيابية في خطوة تسبق المفاوضات الصعبة مع الأحزاب السياسية،
والتقى ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري وممثلي الكتل المختلفة في رحلته لتشكيل الحكومة الجديدة. تكليف ميقاتي جاء بعد محاولتين فاشلتين لتشكيل حكومة في لبنان خلال عام واحد، وقد حالت الخلافات السياسية دون خروجها للنور. ويأمل اللبنانيون في نجاح ميقاتي بمهمته، وهو الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين قبل هذا، وقد جاء طرح اسمه بعد إعلان سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة إثر خلافات حول طبيعة الحكومة وتشكيلتها. كما ينتظر المجتمع الدولي تشكيل حكومة جديدة تحظى برضا اللبنانيين لمساعدة لبنان على العبور من أزمته الاقتصادية الحادة وتجاوز تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت والتحقيقات الجارية في هذا الشأن. لقد انتظر اللبنانيون طويلا خروج حكومة جديدة إلى النور، حكومة تتصدى لمشكلتهم وتضع نهاية لمعاناتهم. وقد تعهد ميقاتي عقب التكليف بإنقاذ البلد من عثرته، ولكنه اشترط تعاون الجميع لكي ينجح فيما كلف به. أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، وأعرب أبو الغيط عن أمنياته بالتوفيق لميقاتي في مهمة تأليف حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يحتاجها لبنان للخروج من أزمته الراهنة. كما أعرب أبو الغيط عن دعم الجامعة المستمر للبنان للخروج من أزمته الحالية والتي أثرت تبعاتها على كافة شرائح الشعب وعلى استقرار البلاد. نشرة السادسة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. العاصمة اليابانية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا على الإطلاق. حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كافة المواطنين الأوروبيين الذين يستطيعون تلقي اللقاح المضاد لكورونا على فعل ذلك حماية لصحتهم وصحة الآخرين. وأكدت فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي نجح في الوصول إلى هدفه المتمثل بتأمين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ل70% من البالغين الأوروبيين خلال شهر يوليو الحالي. وفي هذا السياق تؤكد الإحصائيات الأوروبية أن 57% من المواطنين البالغين في دول الاتحاد قد تلقوا جرعتين كاملتين من اللقاح المضاد لكورونا. أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو، وهي الحصيلة اليومية الأعلى على الإطلاق التي يتم تسجيلها في العاصمة منذ بداية الجائحة. وكانت اليابان قد أعلنت مؤخرا بدء دخول العاصمة طوكيو في حالة الطوارئ للمرة الرابعة، والمقرر أن تستمر حتى 22 من أغسطس القادم، وذلك بعد تفشي سلالة دلتا المتحورة والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند في مايو الماضي. أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا، من بينهم رياضيان من الخارج، وذلك خلال 24 ساعة. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية هذا الشهر إلى 155. وذكر بيان اللجنة المنظمة أن اللاعبين، أحدهما لاعب تنس هولندي وأيضا عضو باللجنة المنظمة للأولمبياد، ومن المعروف أن عدد الإصابات بكورونا الذي يسجله المنظمون منذ الأول من يوليو يستثنى تلك التي تعلن عنها الحكومات المركزية والمحلية في اليابان في نشرتها اليومية حول الوضع الوبائي. أكدت السلطات الصينية في مدينة نانجينغ شرقي البلاد أن متحور دلتا شديد العدوى هو سبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة،
وشهدت المدينة زيادات يومية في حالات الإصابة محلية العدوى منذ أن ثبتت إصابة عدد قليل من عمال المطار بكورونا الأسبوع الماضي، حيث حثت سلطات المدينة السكان على عدم مغادرة المدينة إلا في حالة الضرورة. يذكر أن لجنة الصحة الصينية أعلنت أمس تسجيل 76 إصابة جديدة بكورونا، من بينها 40 حالة محلية و36 حالة وافدة. سجلت الهند 29689 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل زيادة يومية منذ 17 من مارس الماضي. وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 415 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في الهند 31,440,951 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 421,382 حالة. وأوضحت الوزارة أن معدل الحالات الإيجابية الأسبوعي ما زال أقل من 5% وبلغ حاليا 2.33%، مضيفة أن معدل الحالات الإيجابية اليومية بلغ 1.73%. سجلت باكستان 3,262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 1,011,000 حالة. وأفاد المركز الوطني لرصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 39 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23,087 حالة. أعلنت السلطات في أستراليا رفع الحجر الصحي المفروض في مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد، لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وقالت السلطات في ملبورن أنه تم احتواء انتشار متحور دلتا، لكنها أشارت إلى أن الوباء لم ينتهي ويجب على المواطنين اليقظة على مدار الأيام والأسابيع القادمة حتى يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين. وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين بغلاسكو بالمملكة المتحدة. وصرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أن هذه المذكرة ستتيح للأطباء فرصة الحصول على شهادات مهنية وجامعية من الكلية للعمل بأي مكان في العالم دون الحاجة للسفر. الكلية الملكية طبعا كلية عريقة جدا على مستوى العالم، وخصوصا على مستوى انجلترا واسكتلندا تحديدا. واحنا كان في تواصل قبل كوفيد 19 في نوفمبر 19 تحديدا، لما ذهبنا وشرحنا لهم الامكانيات اللي موجودة عندنا في مصر وفرص التعاون مع الكلية الملكية، وكنا في زيارة عندهم في جلاسكو في اسكتلندا. والحقيقة من هذا التاريخ واحنا بنعد لهذا اليوم اللي احنا شفناه النهاردة مع بعض، اللي هو الامضاء لمذكرة التفاهم اللي بتتيح لمصر انها تستضيف مقر للكلية الملكية للجراحين أو الكلية الملكية للأطباء والجراحين في مصر. وهنبدأ تباعا في النهاردة، بنبدأ في تخصص الرمد أو الأوفثالمولوجي من خلال استضافة معهد بحوث العيون اللي موجود في الجيزة لهذا التخصص الهام جدا. وده بيتيح مبدئيا في تخصص أمراض العيون أو الرمد أن كل الأطباء اللي هم متخصصين في هذا المجال، اللي هم عايزين ياخدوا شهادات عليا معترف بها دوليا من الكلية الملكية، يبقى بدل ما بيسافر برا وبيمتحن في الخارج أو بأن هو بياخد تدريب في الخارج، هو إحنا بنوفر له الكلام ده أنه يكون موجود في مصر من خلال مركز بحوث العيون. احتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطن التشيكي لصيف 2021. جاء ذلك وفقا للتقرير الذي نشره الموقع التشيكي براخ مورنينج، نقلا عن التقرير الذي أعده محرك البحث العالمي جوجل عن أفضل 5 وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء إجازته،
حيث حصدت مصر 21845 عملية بحث على موقع جوجل خلال الربيع. كما اختار موقع تريب أدفايزر والذي يعد أكبر منصة للسفر في العالم بمدينة القاهرة والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، فضلا على اختيار زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير والرحلات النيلية بالقاهرة كأفضل التجارب المميزة وغير العادية على مستوى العالم. والآن نتحول إلى الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة. ووقفتنا مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك دينا. شكرا لك صحر. أخبار اقتصاد محليا وعالميا. في إطار جهود الدولة للتنقيب عن الذهب، وقعت الحكومة على 4 عقود للبحث عن الذهب بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الكندية بارك جولد، والتي تعد الأكبر من نوعها عالمياً في إنتاج الذهب والمصنفة عالمياً بالمركز الثاني في نشاط البحث عن الذهب. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أنه بموجب العقود تستثمر الشركة الكندية لأول مرة في مصر بمجال التعدين والبحث عن الذهب في 19 قطاعاً جديداً بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 8 مليار و800 مليون دولار، وذلك بعد فوزها في أولى جولات المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول بنظاميها الحديث. عقدت الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب اجتماعاً مع رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة العامة والخاصة، وذلك لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد عبد الوهاب إن الهدف من اللقاء هو مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين ومواصلة التنسيق مع مصلحة الجمارك لوضع حلول لها، فضلاً عن استعراض أهم التعديلات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتي من شأنها تحفيز الاستثمار. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وصول الكراكة الجديدة حسين طنطاوي، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، إلى قناة السويس استعداداً لانضمامها لأسطول قرارات الهيئة. وتتمتع الكراكة حسين طنطاوي بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طولها الكلي 147.4 مترا وعرضها 23 مترا وغاطسها 5.5 متر، وذلك مع القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة. وستشارك الكراكة في إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي بمجرد انتهاء تجارب الاستلام من الجانب الهولندي. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وارتفع رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه عند مستوى 697 مليار و484 مليون جنيه، وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 62% ليغلق عند مستوى 10763 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 3640 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار عملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.64 جنيها للشراء و 15.73 جنيها للبيع، كما سجل اليورو 18.47 جنيها للشراء و 18.59 جنيها للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 21.60 جنيها للشراء و 21.74 جنيها للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيها للشراء و 4.28 جنيها للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 4.17 جنيها للشراء و 4.19 جنيها للبيع.
أجرى صندوق النقد الدولي تعديلا لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام بعد أن قدم في إبريل الماضي تقييما أكثر تشاؤما عندما كانت البلاد قد بدأت تخفيف قيود كورونا. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد البريطاني 7% هذا العام، وهو نفس معدل النمو في الولايات المتحدة، وهذا أعلى بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد في إبريل. وأصبحت توقعات صندوق النقد العامي 2021 و2022 أقرب إلى أن لتلك التي أصدرها بنك إنجلترا المركزي في مايو الماضي. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى دينا وسحر، إليكما. شكرا لك دينا شرف. تحل اليوم الذكرى 23 لوفاة وحش الشاشة النجم الراحل فريد شوقي الذي ترك لجمهوره عددا من البصمات والأعمال الفنية التي ما تزال محفورة في قلوب محبيه عبر نحو 350 عملا فنيا ما بين أعمال سينمائية ومسرحية وتلفزيونية. وبهذا الخبر انتهت نشرة السادسة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. إشادات دولية بتعامل مصر مع أزمة كورونا بفضل السياسات المرنة والاستراتيجيات الحكيمة. الرئيس التونسي قيس سعيد يتعهد باحترام الحقوق والحريات والدستور الحر، يطالب بفتح ملف الإرهاب والاغتيالات. عقب مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية، ميقاتي يعد بتشكيل حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن. ختام نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.